المسألة الثانية أن الفاتحة بإجماع أهل العلم سبع آيات، وافتتاحها إنما هو بقول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين. الدليل على ذلك حديث الذي في مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أنها ليست من الفاتحة. كذلك أن أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكلهم يفتتح بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة، فدل على أن البسملة ليست من الفاتحة لكنها آية قبل الفاتحة. يجب أن تعلم أن البسملة آية قبل الفاتحة لكنها ليست من الفاتحة، إذ البسملة آية حيث ما وضعت وكتبت في القرآن فهي آية، وجيء بها للفصل بين السور إلا قبل التوبة، فهي آية قبل الفاتحة لكنها ليست من الفاتحة. وأما عد الآي بأنها واحدة أو ليست من السبع فهذا عد متأخر، ولذلك فإن علماء الإقراء وممن ألف فيه أبو عمرو الداني في كتاب البيان ذكر أن لعلماء الإقراء طريقان، طريق الكوفيين وطريق المدنيين ويوافقهم المكيون، فإنهم لهم طريق في عد الآي ما هي الآية الأولى والثانية والثالثة، وإلا فالوقوف إنما هو توقيفي. فالكوفيون هم وحدهم الذين عدوا البسملة آية من الفاتحة، وإلا فإنها ليست كذلك. نعم.